السلام عليكم أخوان ورحمة الله وبركاته. نتواجد الآن عند أحد أبطال جمعية منتظر السلطان طونديم. صحيتها؟ أمين. صحيتها؟ أمين. تواجد معنا لاعب المخضرم الرقم 9 دائما أخ المدني أخ رضا. كيف ما كتشوفوا معنا هذا كونترول يخص مسابقة أرغانا الثانية. تمكنوا هاد طونديم القادم بقوة إن شاء الله باش يعلنوا في توقيت اللي هو جيد. كيخولي مراتب متقدمة عن جمعية منتظر السلطان ومراتب مشرفة في فيدرالية الدار البيضاء. لو أن الإخوان كيلعبوا بالرموز ما يتمكنوش يخرجوا في ريزلتات في فيدرالية الدار البيضاء الكبرى. كنتمنوا لهم التوفيق في المسار الرياضي ديالهم. كيف ما كتشوفوا معنا الإخوان هذه الحمامة المعلن بها في سباق أرغانا الثانية. هذه الحمامة يمكن لك تعطينا السيري. الله يجازيك بخير. سيري دوباك حيديك جلدة يديك للإخوان. الإخوان راه كيلعبوا بالرموز. ماما 20 528. شحال؟ 20 528 20 528 2020. كيف هما تشوفوا معنا الإخوان هذه الورقة ديال الكونترول 20 528 2020. 34 60 الرمز اللي لعبوا به هاد الإخوان هو 34 60. إذن إعلان صحيح 100%. كنهنئوا الأبطال. أمين. صحيتها الأبطال القادمين بقوة. رغم أن الوضعية واللوفت راه متواضعة الإخوان، إلا أن الأبطال راه كيمشاركوا سلالات اللي هي مزيانة كما كتشوفوا ضيعات لهم الوقت. والحمد لله تمكنوا أنهم يديكلاريو في هذا السباق ديال أرغانا الثانية. كنهنئوهم من هذا المنبر. حمامة ديجا راه كلاسيا ستار 37 راه ديما قريبة. إوا كيكبر لك التنظيم في جمعية منتظر السلطان وهاد السنة هادي والسباق ولمن كتهدي هاد الفوز. تبارك الله العام داز استثنائي زوين. تبارك الله كان مسيرين قايمين بالواجب ديالهم. كنشكرو الأخ جنان والأخ المدني اللي مرحبا ساروا على الواجب. كنبغيو نوجهو هاد الفوز هذا للأب ديالي اللي كيتواجد في ديال إيطاليا. كنبلغ لي السلام من هذا. قول لي زيدي صيفط البرودوي راه عندهم واحد الكومونو زين ديال ايطاليا. الله يسخر الامور. اخ صحيتها كتوجد معنا الطونديم ديال صحيتها الاخ امين. جدر لك اخ امين في هذا السباق هذا ولمن كتهدي هذا الفوز هذا. وانا كنشكر صحيتها الشحير الباب طلع معاه وتولى معاه. مرحبا. ونهدي وانا ما حضرش معنا في الاول في التفراخ لا في والو. احتاجيت انا مولع وقال لي جي مرحبا بك تحضر والتسميه وكل شيء. كنشكرو تبارك الله الحمامه اللي يقولوا كما قال لك محمد راه عنده رتبه 16. ولي الذكرى الاخوان هاد الاخوان هادو راه احتلوا الرتبه الثالثه عن جمعيه منتظر السلطان وكيلعبوا بالرموز تحجيل. زيد كمل الاخ امين. شي حاجه فتح لنا الباب ديالو طلعنا تولعنا معاه كنشكروه كاينش مشكل. ماما تبارك الله راه مزيانه عنده رتبه 16 رتبه 37 ديما تبارك الله كيجي من الاولى عندنا في السجنه. سبحان الله بحالك شاف هذه المسافه ديالو وضربات. ايه والله يسخر الامور. وكنهنئكم بهذا الفوز المستحق اخوان. رغم ان الظروف ما كتساعدكمش عندكمش كونستاتور. لو كان انكم كان عندكم الجهاز ديال الكونستاتور كنتو تكونوا احسن في الديكلاراسيون وكنتو تاخذوا رتب مشرفه في فيدرالية الدار البيضاء. وغنعطيو الكلمه الاخ المدني اليك الخط. مرحبا. كنقدموا تحية للأبطال طونديم صحيتها أمين اللي عنو القادمون بقوة تماما. هو من الدراري المتابرين اللي عزيز عليه الحمام. هذه ثلاث سنين كتشوف هذيك الموتيفاسيون كاينه المتابرة وحسن السلوك تماما. ونتمناو ليه المستقبل ديالو حتى هو يكون بحال بالكفاح. وهذا الإنجاز راه هو اللي كيقول على أن واخا الإمكانيات قليلة ولكن السلالة هي اللي كتديكلاري. فمبروك عليكم. كنهنئو من هذا المنبر. ولي الذكرى الإخوان هاد الإخوان راه كيجيو للجمعية ما كتسمعش الكلمة ديالهم صراحة. راه سلوك طيب لا صحيتها لا أمين. كنتمناو لهم التوفيق في المسار الرياضي ديالهم ديال الحمام الزاجل. ولكن خلنا أخي يوسف بالدور ديالنا كنهنئو إخوان الأبطال أمين صحيتها الطونديم القادم بقوة إن شاء الله. ربما كون كانت الامور عندهم شويه ديال التوفير وكذا غياخذوا الكونستراتور وما يبقاوش يحجلوا الحمام. ولكن راه الاولى راك عارف ناس بوسطاء حتى هما راه مولعين الحمد لله. كنتمنوا لهم التوفيق في المسار الرياضي ديالهم. وبهن الدور ديالنا كنهنئوهم بهذا الفوز المستحق للرتبه مشرفه عن جمعيه منتظر السلطان هي الا وهي الرتبه الثالثه
فمبروك والف مبروك، كنتمنى لهم التوفيق في المسار ديالهم، وما بقى لنا الا نودعوا الاخوان جميعا. بقى شي كلمه؟ مبروك عليكم بالتعويذه ان شاء الله. مرحبا هشام حبيب جعيدان، والدراري ديال بوشنشوف عبد الحق والعسال، والدراري اخ سهير. وكنبغيو نشكروا السيد رئيس ديال جمعيه متضرر السلطان الاخ زموعز العرب الاداري ديالنا، اللي هو رئيس الجمعيه، وجنود خفاء، وكل من ساهم في هذا السباق ولو بكلمه طيبه. فالف الف مبروك لهاد الاخوان هادو. الى موعد لاحق ان شاء الله، واستودعكم الله والذي زاده ودعوه، والى اللقاء مع سباق اخر ان شاء الله. السلام عليكم. ديما منتدى.